السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد النهاردة يا أولاد قصة حفظ اللسان. سمير كثير الكلام وكثيرا ما يخطئ فيه، ونصحه أصدقاؤه بأن ينتقي كلامه وألا يقول إلا الخير، لكن سميرا ينسي دائما نصيحة أصدقاؤه له. وفي أحد الأيام بينما كان سمير وزياد يلعبان بالكرة غلبه زياد، فغضب سمير وأخذ يصيح في زياد ويقول له ألفاظا غير لائقة، فحزن زياد وقرر الابتعاد عنه. ذهب سمير ليبحث عن مريم وفريدة وعمر حيث أراد الانضمام إليهم في الأنشطة، فقالت له مريم كدنا أن ننتهي من هذا النشاط فانتظر قليلا ولنبدأ معا نشاطا جديدا. لم يتمالك سمير نفسه وبدأ يصيح بألفاظ غير لائقة كما فعل مع زياد. هناخد السلايد اللي بعديه. فانزعج الأولاد كثيرا لكنهم استداروا ولم يردوا عليه. وفي اليوم التالي وجد سمير الأولاد في الملعب فتوجه إليهم بالتحية فرد الأولاد عليه ثم انصرفوا عنه. وجد سمير نفسه وحيدا طوال اليوم، فلا أحد يكلمه أو يلعب معه. فكر سمير في ذلك وتذكر تحذيرات أصدقائه له بأنه لو لم يحفظ لسانه ويفكر فيما يقوله فسوف يفقدهم. قرر سمير أن يهدي زملائه بطاقات ليعتذر عما بدر منه، فابتسم الأصدقاء وتقبلوا الاعتذار ولعبوا جميعا. هناخد السلايد اللي بعديه. هناخد أسئلة على الدرس. لماذا الكلمة الطيبة صدقة؟ لأن عندما يسمعها الآخرين يسعدوا ويفرحوا كثيرا. الكلمة الطيبة يا أولاد صدقة، لأن طبعا إحنا لما بنقول كلام حلو زمايلنا أكيد هيفرحوا. وزي ما إحنا شفنا طبعا مع سمير إن هو دايما كان بيرد على زمايله بطريقة مش كويسة، فكل أصحابه بعدوا عنه ومحدش بقى بيكلمه. ابتدى لما يقول كلمة الكلمة طيبة كل أصحابه ابتدوا يكلموه تاني. شكرا يا أولاد.